تواصل مؤسسة حياة كريمة تنفيذ مبادرة بيع اللحوم البلدي والمجمدة بأسعار مخفضة عن طريق منافذ موزعة في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث شهدت المبادرة إقبالا وتفاعلا كبيرا من المواطنين. تستمر مؤسسة حياة كريمة في تنفيذ مبادرة بيع اللحوم البلدي والمجمدة بأسعار مخفضة، وذلك عن طريق منافذ موزعة في مختلف أنحاء الجمهورية، بهدف مواجهة جشع التجار وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين. إحنا النهاردة بنبيع اللحوم بسعر مخفض وبجودة عالية. سعر اللحوم البلدي ب 210 جنيه، وكل ده بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة لكل المواطنين، وإن احنا نوصل لأكبر عدد ممكن من المواطنين عشان يفيدوا من المبادرة. بنقول للمواطن المصري احنا حاسين بيك، احنا معاك، عشان شعار مبادرة حياة كريمة من إنسان لإنسان وحياة كريمة لكل مصري ولكل مصرية، فاحنا معاكم. بيبقى متوفر كمان معانا فراخ، لحوم مستوردة، موجودين لليوم العاشر على التوالي، وان شاء الله احنا مكملين في المبادره. هي الناس بصراحه متفاعله معانا بطريقه كبيره جدا، وفي اقبال كبير جدا على المبادره كمان. بنستقبل ده ازاي؟ ان احنا بنحاول ان احنا نساعد الناس. المبادره دي اصلا هدفها مساعده الناس، لان مؤسسه حياه كريمه معروفه انها جنب كل بيت، وانها بتحاول انها ترفع العبء على المواطن او العبء على الناس عموما في غلو الاسعار، في جشع التجار. المبادره شهدت اقبالا وتفاعلا كبيرا من المواطنين، خاصه مع توفروا من لحوم من بلدي ومجمدة بأسعار تنافسية وجودة عالية، وتخضع لرقابة بيطرية صارمة لضمان سلامتها وجودتها. احنا طبعا بناء على تعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكليف مؤسسة حياة كريمة بتوفير لحوم مدعمة للمواطن المصري، والنهاردة موجود عندنا العربية زي ما حضرتك شايفة، وموجود منفذ بيع ايضا موجود للحوم البلدي الكندوز، ودي اللي موجودة في دائرة حدائق القبة. بيبقى فيه عدة انواع للحوم بتبدأ بأسعار متفاوتة بتحيث ان هي تكون في متناول المواطن. بنقدر نقدم خدمة محترمة مع انخفاض طبعا الأسعار عن اللي موجودة في السوق، فدي يعني بنحس ان احنا بنعمل حاجة لأهلنا فعلا، لان احنا مش بمعزل عنهم. وحالة الرضا المجتمعي اللي حاصلة من قبل المواطنين خلال العشر ايام اللي فاتوا من خلال بدء المبادرة دي بتخليك دايما عندك الحافز، سواء ليا او للساده الزملاء المنسقين وحتى المتطوعين اللي معانا، ده دايما بيكون تشجيع لينا ان احنا نكون موجودين طول على مدار اليوم خلال الايام اللي جايه وخلال الايام اللي فاتت كمان. المبادره كويسه ما شاء الله، وهنا اللحمه حلوه معقوله ب 210 كويسه، واللحمه حمراء وكويسه وممتازه. فرق كبير طبعا في كله، مش في اللحمه بس، في السكر والرز والمكرونه. اسعار حلوه بصراحه. اللحمه من 185 لحمه كويسه ومحترمه، وبتسهل للناس الغلابه يقدروا ياكلوا اللحمه اللي هم عايزين ياكلوها. تاتي هذه المبادره تنفيذا للتوجيهات الرئاسيه وفي اطار اهداف مؤسسه حياه كريمه لتلبيه احتياجات المواطنين الاساسيه ضمن رؤيه شامله لتحسين جوده الحياه في المجتمعات المحليه. جيرمين ابراهيم، التلفزيون المصري.